نحن بلشنا بال 2013 خدمة الفور جي ببيروت الإدارية، غطينا وقتها بحوالي 250 محطة، 40% من سكان لبنان. فنحن سابقين تقريبا كل العالم، لأنه زبون اللبناني المشترك اللبناني طبعه بحب كل شيء جديد ومتابع كل شيء عم يصير بعالم التكنولوجيا بشكل خاص. الناس عم تستخدم الموبايل كوسيلة أساسية لحتى يفوتوا على الإنترنت. استدي عملت في أول السنة من قبل إريكسون اللي هو سبلاير طبعاً، فرجى أنه 54% من الناس بلبنان بفوتوا على الإنترنت عبر الموبايل بس. بقى اللي عم أقوله أنا عم جرب أقوله أنه نحن صرنا من 2011 عم نحدث شبكتنا، يعني طلعنا من 2G ل3G ل4G، هلأ عم نعمل 4.5G، وعدنا اللبنانية بقى 2018 عم ندخل 5G كمان. بقى هيدا التحديث عم يصير ليش؟ لأنه عم نشوف أنه في طلب من ميلي وما عم يكفي التكنولوجيا اللي عنا اياها، ما عم تكفي رغبه اللبنانيين. يعني عم نقول نحن اليوم فينا نوصل بشكل نظري ل 200 ميجا بت بير سكند على ال 4.5G، بس فعليا راح يكون السبيد اليوم بتشوف فيها 60 70 80 ميجا بت بير سكند. يعني ما عم نقدر نوصل للماكسيموم ممكن نحن نقدمه كتكنولوجيا. يعني التكنولوجيا فيها تقدم 200 ميجا بت بير سكند، بس ما عندنا كل المقومات بالبلد خصوصا الفايبر تخلينا انه نوصل لـ 200 ميجا بت بير سكند. هل ممكن تتحقق شي نهار؟ هلا طبعا بدنا نضل نتامل انه هذا الشيء رح يتحقق، وهذا الشيء منه صعب يتحقق بكل صراحه. يعني احنا اليوم بكفي يكون في قرار سياسي سلاش اداري بالبلد انه وزاره الاتصالات انه يكون في فايبر بكل لبنان، بس يتاخذ القرار انه يصير 6 أشهر سنه بيكون خالص. رئيس مجلس اداره شركه الفا سيد مروان حايك، اهلا وسهلا فيك ببنك اوف بيروت. شكرا لك، يعطيك المعرفه.